سألت عن كون قراءة وذكر سبحان الله 100 مرة أن الإنسان 1000 حسنة وتحط عنها 1000 خطيئة. ورد في ذلك عدة أحاديث، لكن من أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة، ولا إله إلا الله 20، والله أكبر 20، والحمد لله إذا قالها من تلقاء نفسه كتبت له 30، فأصبح المجموع كم؟ 90. أصبح المجموع 90، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحصل على 90 حسنة ويحط عنك 90 سيئة. هذا أصح ما ورد في ذلك.